أنا عارف يا حبيبي إنك زعلانة بينك وبين نفسك، وده حقك. أنا مش هنا النهاردة علشان كده. في حاجة أهم من المسرحية واللي شفتيه فيها، إن أنا أعملك الشاي حالا. ما يصحش يا مها، أنا هعمله. لا يصح، بس اقعدي أنت مع بابا شوفي عايز منك إيه. الموضوع يا ستي، أنت جايلك عريس. مش معقول يا خالي، ده ما فاتش سنة على وفاة المرحوم. وماله؟ ما أختك مريم اتجوزت بعد وفاة المرحومة بمدة صغيرة. بس دي كانت رغبة المرحومة ماما. طب ما قلتيش الكلام ده ليه رجب اللي عاوز يعمل فرح الأسبوع ده؟ هنعمل إيه؟ أهو بيقول هيعمل حاجة كده على الضيق. وأنت موافقة؟ هو حر، هو اللي هيتجوز. لا ما هوش حر، ده هيجيب لكم واحدة غريبة هنا تعيش في وسطكم، يبقى هو حر إزاي يا حبيبي؟ والله بقى إحنا غلبنا معايا يا خالي، ده راح قرا الفاتحة واتفق على كل حاجة من ورانا. سيبك من موضوع رجب وخلينا نتكلم في العريس اللي جاي لك. انت عارفه محمد تقي الدين الاسترجل على ناصيه الحاره؟ عارفه، بشوفه كل يوم. اهو هو ده العريس اللي طالبك. محمد الاسترجل؟ ايه مالك استغربت كده ليه؟ لا يا خالي، بس حضرتك عارف يعني اللي بيحصل لمريم. محمد غير سيد يا حبيبي، ده ولد متربي، ده غير التاني خالص. واللي شدني ليه مش كده، انما انا شفت تصرفاته في مواقف كتير. ولد راجل بيتصرف بشهامه مش فتوه. وبعدين انت فكري، ولقيتي نفسك مقتنعه وقلبك ارتاح نبقى نعلن الخطوبه. وده مش معناه ان ما فيهوش عيوب، ما فيش واحد فينا خالص ملوش عيوب، انما المهم ان احنا نعرف العيوب ونقارن بينها وبين المزايا ونشوف الهين الاكتر. طب وانا بقى عيوبي ايه يا خالي؟ انت لسه فاكره المسرحيه يا حبيبه؟ يا ست اللي في المسرحيه واحده تانية، انت ليه مصره انها انت؟ لان فيها كتير مني. مين اكد؟ انا شايفه كده. خلاص اتحملي نتيجه شوافانك. يا بنت الحلال، مفيش مخلوق من مخلوقات ربنا الا هو فيه عيوب، المهم نعرف عيوبنا ونحاول نصلحها. طب قول لي عيوبي يا خالي. وانا هتجوزك عشان اقول لك عيوبك. بجد يا خالي قول لي ايه هي عيوبي. الشاي المظبوط يا حضرات. تعالى يا ستي قولي لها ايه عيوبها. عيوب حبيبه يا بابا، اول حاجه انها اكبر مني وهتتجوز قبلي. هو انت دايما تنكتي في كل حاجه؟ مين ده اللي بينكت يا عروسه؟ كامل. ايوه يا حاج. قوم انت روح عشان فرح اخوك. فرح ايه بقى يا حاج؟ انا مش هروح. ازاي بقى؟ كويس قوي اللي مش هتروح دي. انت لازم توقف جنب اخوك. ما انت عارف يا حاج هيتجوز مين. انت مالك يا اخي، مش هو اللي هيتجوز، انت تعمل اللي عليك وبس. يلا يلا بلاش كلام فارغ. معلش يا حاج انا مش هقدر. اسمع كلام احسن ازعل منك. اطلع دلوقتي غير هدومك وانزل اقف جنب اخوك. اي حاجة بينكم لازم تتنسي في الموقف ده. سيد، انت هتروح فرح اخويا النهاردة؟ بكلمك ما ترد عليا. هتروح فرح رجب اخويا ولا لا؟ اذا كان انت مش رايحه. ايوه انا مش رايحه، لكن واجب انت تروح. ليه بقى؟ الواجب ان انا اروح وانت اللي اسمك اخته ما تروحيش؟ هو ده الواجب بتاعك؟ انت هتفضل تتكلم معايا بالطريقه دي؟ والله دي طريقتي بقى. بس انت ما كنتش كده. اعمل لك ايه؟ اذا كانت الطيبه مش نافعه معاكي. حرام عليك يا اخي، هو انا عملت لك ايه بس؟ مريم بقولك ايه، دماغي مش كل يوم بقى تقطمين التقطيم ده، دي حاجه غريبه، حتى لو مش عارفه اتهنى عليها. طب خلاص انا غلطانه، انا اسفه يا سيد. خلاص بس بنقي كلامك بقى قبل ما تغلطي. انا بغلط؟ حرام عليك يا اخي اللي انت بتعمله فيا ده. ايوه ايوه
هم بقى شويه الدموع بتوع كل يوم. انا حفظت خلاص، حفظتهم بقى خلاص. اسيب لك بقى الحته دي كلها وامشي؟ طب قول لي بس ايه اللي يرضيك وانا اعمله لك؟ تسيبيني في حالي، تسيبيني في حالي، انا خلاص قرفت من اللكلكه بتاعتك كل يوم. هو انا اتكلمت قلت حاجه؟ انا بقول لك هتروح فرح اخويا ولا لا؟ لا هروح لوحدي. انت مالك ومال اللي بينا؟ المفروض انت تروح عشان ما حدش ينتقدك. هنتقدون انا؟ هم والله العظيم دي عجيبه يا ناس، دي عجيبه. انا صحيح مش موافقه على الجوازه دي، لكن ما دام هيتجوز خلاص بقى. يا سلام، حتى اخوكي عايزه تمشي على مزاجك؟ يا ساتر، سيبيه يتجوز اللي هو عايزها. خلاص يا سيد خلاص، ما تروحش يا سيد. مش انا الواحد اللي عايزه تمشيه وعلى مزاجك وتركبيه وتدلدلي رجليكي، ده انت وليا سو. كامل، تفتكر احنا غلطانين؟ والله شكلنا كده غلطانين قدام الناس، بس اللي يعرف اللي بيعمله رجب واللي ناوي يعمله اكيد هيعذرني. لا ولسه استلقى وعدك يا حبيبي لما يرجعوا من راس البر. هيعملوا ايه يعني؟ احنا ممكن نطفش بالك. بس خلي بالك البت فريده دي مش سهله. اهلا يا ما. ايه ده ايه اساتذه يا بهوات، انتوا مش نازلين ولا ايه؟ ايه ده، انت جايه لوحدك ولا ايه؟ لا بابا تحت، يلا انزلوا معانا، مش عارفين حد، حاسين ان احنا غرب. وحد ضربكوا على ايدكوا؟ جدع انت، بلاش دماغك الناشفه دي. مش دي الجوازه اللي مش عاجباكوا؟ ايه اللي وداكوا بقى؟ انت هتزعقلي ولا ايه؟ انت فاكرني فكريه؟ ده انا ضربك واضربها. اه ليكي حق تدلعي، ما هو القط خنايك مش هنا. مين ده؟ ده انا خنقكوا كلكوا، يلا قدامي. انا عارفه ده كمان ما نزلش اجازه ليه؟ طب ده في الجيش، الدور والبقى اللي قاعدين في بيت واحد. يلا قدامي بقى يلا. طيب ايه ده، انا هنزل بقميص النوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبروك يا اخويا، الف مبروك، الله يخليك، الله يبارك فيك، الله يخليك، مبارك يا رومي، مبارك عندكم جميعا.
رجب. الحق ابويا معمر التلاجة على الاخر، يا دوب بس اسخن الاكل. ده حلف عليا ما اعمل حاجه واشتري كله من المطعم، قال مش معقول العروسه هتطبخ بايديها. مالك يا رجب؟ في حاجه؟ ما قلتليش ليه قبل ما نتجوز؟ على ايه؟ على ايه؟ على انك كنت متجوزه قبل كده. وانا شعرفني انك ما تعرفش. برضو كان لازم تقوليلي. ده شيء من زمان يا رجب. والله انا فكر انك عارف. وبعدين التكشيره دي عشان كده. يا سلام، كنت عايزاني زغرات لك. اظن بقول لك ايه، محدش كان ضربك على ايدك. ابوكي واخوكي ضحكوا عليا. ليه؟ ده جواز على سنه الله ورسوله. بس منه لله بقى مطرح ما راح. الكلام ده حصل امتى؟ من كذا سنه. وانا يعني هضحك عليك؟ وانا كنت فين ساعتها؟ ما انا طول عمري عايش في البيت. قبل ما نيجي نسكن هنا على طول. بعدين الواد طلع طماع وكان عايز يسرق امي. وابوكي ليه ما قاليش؟ مش من حق اعرف؟ جايز فاكر انك عارف. اخر واحد يعرف انا فريد؟ اخر واحد يعرف. وايه اللي حصل عشان يغيرك كده؟ ايه يعني لما كنت متجوزه؟ لا مفيش، انا اللي غلطان. مش هتاكل لك لقمة؟ ماليش نفس. انا هقوم اتمشى شويه. وعندك شاي كشري؟ تمام يابا، كله قليصة والرخصة معايا. ايه؟ طب خلاص، روح طلع العربية من الجراش واتكل. انت مش هتفوت على فريدة؟ هفوت عليها، بس انت ما تعوقش عليا. لو حصل اي حاجة في الطريق ترجع لي على طول. فكرة ايه يابا؟ يا دي أول مرة ولا ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ورجب ما عرفش انك هتاخد العربية؟ ماشي. طب ما انا خدت الرخصة، يبقى أكيد فين؟ طب ما تكلمش. هو فاضي، ده مشغول بالليلة الكبيرة. طب بقول لك ايه؟ خد حد من الرجاله معاك. لا انا هروح خفيف كده عشان ارجع بسرعه. مش عايز حاجه انت؟ لا كتر خيرك، يلا اتكل عشان المشوار لسه قدامك طويل. سلام. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا كابتن. اهلا يا رب. ها وصلت مع اهلي ايه؟ زي ما قلت لحضرتك، طلع المفتاح معاه وباذن الله هطلع معاه بكره. يعني هتبقى انت وهو لوحدكم بس؟
ايوه استاذ ابراهيم، بس بيشتغل معاه اتنين رجاله كده بيقفوا بعربيه يد ورا المخزن بتاعنا. انت متاكد من كل ده يا رؤوف؟ ما تخافش يا حضره الضابط، انا متهم في الحكايه دي ولازم اثبت براءتي. وهو كذلك، ولو ان الحكايه دي يعني فيها مخاطره، انما ربنا يستر. او انا بقى عشان اعمل اجراءاتي. طب خدي وياك على الشغل. عاوز حاجه مني تاني يا رؤوف؟ شكرا، كتر خيرك يا زلمه. السلام عليكم. متعبلك كده في الافراح. السلام عليكم. اهلا. ازيك حبيبي؟ ازيك يا شميس؟ الحمد لله. تشرب ايه؟ شاي. فيش واحد شاي. ها كلمت الضابط؟ ما تخافش، كل حاجه زي ما رتبناها. مش بتقول ان دونجل كان شاكك فيك؟ ده في الاول بس، انما لما عرف ان انا عاوز انتقم من ابويا بلع الطعم. وتفتكر انه دلوقتي مش برقبك ولا يكون حاسس بحاجه كده ولا كده؟ وبعدين يا شميس ما توقعش قلب مال. يكون شام حاجه من حكايه الضابط؟ ليه؟ احنا قابلناه مرة واحدة مع كامل وخالي، ودي المرة التانية، هيعرف منين بس؟ دول مجرمين يا عم رؤوف، أنا هروح معاك. لا، أنت إيه؟ عايز تبوظ الدنيا؟ طب الحاج هيعلم بالحكاية دي؟ بإذن الله لازم يعلم، ولازم أثبت له إن أنا بريء. مش تنزل على المحضر؟ أنت عايز إيه؟ هي سهلة يا شميس، أتبهدل كده قدام أهل الحارة؟ لا، لازم أثبت أبويا إن أنا بريء في الحكاية دي. اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم. احنا هنكتب الكتاب والدخله ان شاء الله لما اكمل بنا حته الارض اللي هنقعد فيها. هتوحشيني قوي يا ابله. الله لا، هتوحشك ليه بقى؟ ما انت هتيجي تقعدي معاها انت واخواتك. ده الارض اللي انا باني عليها كبيره قوي، وحابني عليها شقه تسع بلد. صحيح يا ابله، هنيجي معاكي. احنا مش قلنا بلاش الحكايه دي يا معلم؟ خلاص يا سيدي، ان ما كانش عاجبك ابني لكم حته ارض انتوا كمان تقعدوا فيها لوحديكم. لا، احنا هنقعد في البيت ده. الله، انت مش كنت عايز نرجس وخدتها؟ جرايه يا راجل، ما تلم لسانك وتقدم. جرايه يا نرجس، انا مش عملت لك اللي انت عاوزاه؟ عايزه تضيعي اخواتي دول وراكي؟ خلاص بقى يا راجل، اقعد ساكت شويه. لو طولت لسانك ده بعد كده مش هيحصل لك. طيب الله 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 الله. ايه يا عم راضي؟ ايه ما تراوي امال، مالك يا ابني؟ انا مش هقعد معاك خالص، انا هروح اقعد مع ابني نرجس على طول. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طبعا طبعا. اذا كانت الكبيره ركبت دماغها وقالت عليها الكل هيروح في رجليك. امشي ادخل جوه يا قليل ادب. الله يا نرجس، ايه ما يصحش كده وقدامي كمان. ما انت شايف طولة لسانه يا عمي، يستاهل عشان يحاول. جرايه يا ابراهيم، انت هتشيلني الهم من دلوقتي. طب ايه رايك ان انا حاسه ان انا ان شاء الله هخف، وان ربنا هيلغي كل توقعاته؟ انا ما اقدرش اتصور ان اعيش يوم واحد من غيرك. يا راجل ما تقولش كده، فين ايمانك بالله؟ فين كلامك عن الموت والحياه، وان دي حاجه بتاعت ربنا، وان احنا ملناش يد فيها؟ اسمع، احنا نروح للدكتور، واذا الدكتور رفض نروح لدكتور تاني، عشان لو مت تبقى عملت اللي عليك. ايه يا ابراهيم، انا بتكلم لوحدي. بقولك ان شاء الله هخف وهبقى كويس. طب افرض ان انا عيانه فعلا، ننسى بقى الموضوع ده دلوقتي. احنا كان المفروض ان احنا هنروح مسرح. ايه رايك ان احنا نبدل المسرح بسينما؟ على فكرة لو فضلت أتكلم كده لوحدي أنا هزعل بجد. دونجل إيه؟ كله تمام، كله في السليم. الله، إيه يا سرعوف، وقفت ليه؟ لا دونجل، أنا حاقف هنا أراقب لك الجو، وأنت تخلص المصلحة دي بسرعة. ماشي، يلا يلا رجالة.
استنى عندك محدش طر. بريء يا بيه، بريء يا بيه. انكت انت. خلاص يا حاج اضربنا بيه. خدوا عسكري طمن حاج سليم، احنا نعمل اللازم. عن اذنك. تشكر. صدقتني يا بابا. ما قلنا لك يا سيد من الاول وانت اللي ما سمحتش كلامنا. مش عارف ياما ايه اللي خلاني اعند ايامها، مش عارف ايه اللي خلاني اجري وراها مع اني ما كنتش عايزها قوي. يمكن عشان بنت من البندر ولا متعلمه. اسمع يا ولد، بنت ابو صالحه لسه عازبه وتتمنى تشتغل لك خدام. لا يا اما مش ده المقصود، انا جاي لك عشان تفيديني اعمل ايه. عايز تسيبها سيبها، انت حر. هو في حد يعيش مع واحده مش عايزها؟ الله، ده يبقى حرام. والواد اللي بناتنا يا اما ارميه وراها، انت عايزه بكره تجيب بداله عشرة. يا اما انا عايزك، انا مش لاقي حد اتكلم معاه غيرك يا اما. افتحي لي قلبك يا اما، ريحيني، خليكي معايا. لخبطيتك مريم بنت عنايات، يخلص منها ربنا. قول يا ضناي، عايز تقول ايه يا عينهم؟ انا عايز اتجوز جوازه تانية. وماله يا سيد، الخير عندك ياما والشرع على اربع. بس مش بنت ابو صالحه دي. اياك هتقول لي بنت من بنات البندر تاني. هي مش من البندر قوي يعني، هي متعلمه نص علام وبس. رايح انا بتكلم معاها. بتتكلم معاها؟ بتتكلم معاها فين يا ولد؟ ما تخافيش ياما، لما بتيجي تشتري مني حاجه يعني. بتتكلم معاها ازاي يعني؟ اصلها جارتنا يعني. جارتكم يعني؟ جارالك ايه يا سيد؟ انت ما اتعلمتش من اللي انت فيه؟ هي دي اللي هرتاح معاها ياما. ما كانت مريم هي اللي هترتاح معاها. لا لا، دي حاجة تانية خالص ياما. لا مناخيرها فوق ولا متوظفة وشايفة روحها وبنت ناس طيبين. الله، ده انت واقع لشوشتك بقى. امال عايز مني ايه؟ اعمل ايه ياما؟ انا متأسفة على اللي حصل ساعتها يا راجي. ما انت اللي عملت قلي من كرامتي يا راجي. كرامتك؟ وهي كرامتك دي مش من كرامتي؟ تهنيني قدامه؟ ده احنا لسه في اولها يا نرجس، امال لما تتجوزي بقى هتعملي ايه؟ انت اللي لسانك طول في الاول وانا قاعده اكتم. هو انا ايه؟ حجر ما بحسش؟ المفروض ان انا راجل البيت يقول عليا ايه الراجل لما يشوفك بتعملي فيها كده؟ فاروق، فاروق طيب طول عمره. فاروق انت عايز ايه يا راضي؟ مش خلصت علامك؟ ضيعت عمري كله علشان تقف على رجليك وما تحتاجش لحد. عايز ايه؟ هفضل على طول كده وانتوا عمالين تاخدوا بالشمال واليمين ولا حد فكر فيا لحظه واحده؟ حتى اختي الوحيده متحرم عليها تفتكرني بحاجه طيبه. عايز ايه؟ اندفن هنا على طول طول عمري؟ ده وقت الحساب بقى. لا لا، لا حساب ولا غيره، بلاش جوازي خالص. اسكار هيقلبك كده ويضايقك. بلاش يا راضي. انا ما قلتش بلاش، احنا مش اتفقنا خلاص يا نرجس؟ لزوم ايه تاخدي اخواتي معاكي؟ هو ده اللي سكتهم؟ وبعدين دي فيها ايه دي؟ انت هتقدر تعيشهم ازاي؟ زي ما انت قدرتي تعيشينا السنين اللي فاتت دي كلها. لا يا راضي، يبقى احنا عملنا ايه؟ وبعدين انت فكرك ان انا اتجوز الراجل ده عشاني انا؟ لا، يبقى انت غلطان يا راضي، غلطان. نرجس. اهلا اهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا عريس. ايه اللي جابك؟ ايه لحقت تذهب من الجواز على طول كده؟ ابدا، انا قلت افوت واغير جو شويه. يا اهلا اهلا اهلا. القهوه يا ولا. عينيا يا معلم. القهوه. اعمل لي شاي يا معلم. واعمل شاي يا ولا. عينيا. اهلا 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 يا راجل. ايه اخبار الجواز؟ يعني ايه؟ ايه مالك متضايق من ايه؟ مش
مش كان المفروض برضه يا معلم تقول ان فريده متجوزه قبل كده؟ ايه ده؟ لو انت ما كنتش تعرف. واعرف منين؟ لا ما تضايقش نفسك، دي حاجه بقى لها زمن بعيد قوي، ده كلهم يومين وجه اجله. برضه كان المفروض تقول لي يا معلم. ما انا لو اعرف انك ما تعرفش كنت قلت لك يا رجب. الهوى يا ولد. عينيا يا معلم. أمر يا أمر. طب روح انت. اهلا يا رجب. اهلا. بقول ايه؟ ابعت لك شويه جمبري على العشاء. كفايه اللي في الثلاجه يا معلم بيبقى بيخلص. ايه ده احنا كلنا تحت امرك يا رجب. بقول لك ايه؟ ابعت لك شويه نفوس او شويه عكاوي او شويه حلويات كده من عند الجزار. ابعت لك لحمه بفيلو. طب القهوه يا رجب. ده كلام جميل جدا منك يا مدام نبيلة، ويشجع فعلا اي طبيب على دخول معركة مع المجهول. انا بقولش كلام ده عشان اخوفك ابدا، ده لانك اخترت العلاج الصعب بارادتك، والصعوبة هي في مدى صبرك واحتمالك للعلاج نفسه. انا مستعدة اتحمل اي علاج، بس ياريتني كسفه. ده نظامه جداول، بس ارجو انكم ما تضايقوش اذا قلت كفاية لحد كده. طب ايه السبب؟ يعني لو ما لقيناش نتائج واضحة فعلا بعد أسبوع واحد، مش ممكن يقبل أي واحد إنه يكمل. أنتوا طلبتوا الصراحة في كل شيء، وأنا قلت كل اللي عندي. ما تتكلم يا إبراهيم، ساكت ليه؟ أنا مقدر مشاعرك يا أستاذ إبراهيم، ولعلك مندهش من الصراحة القاسية دي، لكن إيه اللي نقدر نعمله؟ الحالات كلها بتكون تحت إيدينا، وبنحس بآلام وعذابات أصحابها، وبنقف عاجزين تماما إن احنا نعمل أي حاجة. لكن نتيجة العلاج ده يا دكتور مضمونة؟ مفيش قواعد ثابتة أبدا أمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي احنا معتمدين عليه فعلا في حالة المدام نبيلة. خلال الانتشار السريع الكيماويات ما بتحققش معاها نجاح كبير، احنا بنعمل اللي علينا وبنترك بعد كده كل حاجة أمر الله. أرجوك يا نبيلة، أرجوك ما تتكلميش بالشكل ده تاني. أنت خايف عليا ليه يا إبراهيم؟ هو أنا صغيرة؟ مش ممكن أسيبك يا نبيلة. أنت مش هتسيبني، أنت هتنزل تروح البنك تاخد أجازة وتطمن على مها وترجع لي تاني. خلاص لو نزلت هقول لمامتك. لا، أوعى يا إبراهيم، إشمعنى دلوقتي هنتصل بيهم؟ دول عمرهم ما سألوا عننا. لأننا في ظروف صعبة يا نبيلة ولازم يعرفوا. لازم ليه؟ حقهم. يا دي حقهم. طب فين حقنا إحنا؟ ده عمر ما حد سأل عليا حتى ولو بتكذب، لا ماما ولا بابا ولا حتى إخواتي. الظروف كانت غير الظروف اللي احنا فيها. أي ظروف يا إبراهيم؟ قصدك قصدك إن أنا هموت؟ نبيلة ما تخافش يا إبراهيم، إن شاء الله مش هموت دلوقتي يا إبراهيم. أنا ما أحبش أكون ضعيفة قدام الناس. أنا أصبحت يا نبيلة بخاف عليكي وبخاف منك. يا ساتر، ليه؟ لأنك شجاعة أكتر من أي حد عرفته في حياتي. إبراهيم أنا لا شجاعة ولا قوية، أنا كل ده منك أنت، أنا ما كنتش كده قبل ما أعرفك. حتى الحقيقة يا نبيلة رافضة أنك تقوليها. أنا مش قادرة أتصور يا نبيلة أن أعيش دقيقة واحدة من غيري. أرجوك يا إبراهيم ما تقولش الكلام ده، إن شاء الله ربنا هيقف جنبنا عشان خاطرك وعشان خاطر مها. اسمع، إيه رأيك تجيب مها وتقعدوا جنبي في المستشفى بدل راس البر؟ فكرة بايخة مش كده؟ وكمان القرشين اللي احنا محوشينهم هيضيعوا، ولا يهمك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طلقني. انت
انت قلت ايه؟ زي ما سمعتني كده، طلقني. مريم، هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالك؟ سيد، من غير لا لف ولا دوران انا عرفت كل حاجه. مريم، انا انت ايه؟ حاجه تكسف ان اعرف ولا كنت عايز تعمل كل حاجه في السر؟ مريم، انت فاهمه غلط. لا يا سيد، انا فاهمه كل حاجه كويس قوي. مش انت عايز تتجوز الطف؟ ساكت على نفسك ليه؟ ها؟ من غير لا دوشه ولا زعل ولا شوشره، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. مش انت عاشرتني وما عجبتكش عشرتي؟ خلاص، يبقى لزومه ايه بقى؟ حتى رفع المناخير هنا ودلوقتي؟ لا، ده انا اقدر ازلك واسيبك زي البيت الواقف. وعلى ايه ده كله؟ انت مش عايزني وانا كمان مش عايزاك. ايه 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 يعني؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انا ولا حاجه، بس مفيش بينا تفاهم. انا في عالم وانت في عالم تاني خالص. انا ماليش دعوه باللي بتقوليه ده، انا مفهموش ومعرفوش. انا اعرف حاجه واحده، ان انا ما ضحكتش عليكم وان انتوا سالتوا عليا وعرفتوا عني كل حاجه. يا ريت الطباع والتصرفات بتتعرف من السؤال. ماله طبعي؟ مش عاجبك في ايه؟ ها؟ رد عليا، انا اقدر اتجوز احسن منك الف مره. سيد، من فضلك مفيش داعي للغلط. قلت لك كل واحد يروح لحاله وربنا يسهل لك. ازاي يعني؟ انت مش فرشت بيت للست الطاف؟ ما تروح تعيش معاها. مين اللي قالك الكلام ده؟ بس تعرف يا رأفت ان انت حساس شويه زياده عن اللزوم، ولو لقيت حد تفضفض له هتبقى احسن وتبقى عال. يعني هو نفس الكلام اللي بتقوله مراتك بالظبط. انا لا، مش هروح، لا مش هروح للدكتور ده تاني. لا الله، ايه النغمه دي؟ ايه اللي مش هتروح للدكتور؟ مش هتروح للدكتور يا عبد الظاهر؟ انت ملزم بيه يا عبد الظاهر. ايوه ملزم بيك. الجلسه بتتكلف في الشيء الفلاني. وايه يعني ما تتكلف؟ انت مش زي اخويا ولا انت ليك راي تاني؟ لا لا، مش للدرجه دي يا عبد الظاهر. انا برضو اقدر ادفع يا اخي. يا بني ادم بلاش الكلام ده وخلينا في موضوعنا. انا بقى مش هروح للدكتور ده بعد كده لما اعرف بقى انت بتدفع الفلوس دي ليه يا عبد الظاهر؟ عشان ايه؟ عشان انت انسان عزيز عليا. استريحت؟ ايوه، بس انا مش قد الاعزاز ده كله ولا قد قلبك الطيب. انا مش عايز منك اي حاجه، وان كان على موضوع الفلوس اعتبرهم دين يا اخي، وابقى سده لما ربنا يبقى يسهل لك. ده انت مش معقول قوي يا رأفت. خلاص، من الجلسه الجايه انا اللي ادفع. يا بني ادم بس بقى خلينا في المهم. ثم انا شايف ان انت الحمد لله بقيت احسن كتير دلوقتي. احسن فعلا، بس البرشام اللي باخده خليني زي ما اكون مضروب علقه. حاسس مش قادر اتكلم. ما قلتش ليه للدكتور الكلام ده؟ ما انا قلت له، قال لي انت لسه قدامك شهر تستمر على العلاج ده. خلاص، يبقى هو قادرة. انا خايف يا عبد الظاهر، خايف لافضل اخد الادويه والبرشام ده اخدهم على طول. لا ما تخافش، دي مجرد مهدئات مش زي ما انت فاهم. خليك انت ورا كلام الدكتور. وسيب الباقي على ربنا. ساعات بحس اني مش هقدر ارجع زي الاول الا بالعلاج. حاسس اني ما عنديش إرادة، ماليش أي رغبة في أي حاجة. حاسس زي ما يكون عقلي تفكيري زي المشلول. والله ما أنا عارف أعمل إيه يا عم طه. أنا قلت أجي أقول لك قبل ما يحصل أي حاجة. أنت خلاص مريم مش طايع اي حد. الكلام ده جديده كامل يا ابني. الظاهر انه من اول يوم في الجواز يا عم طه، بس هي ما كانتش عايزه تقول لاي حد، اصلها محكمه رايها. بس لو نعرف ايه الورقه ده بيعايرها يا عم طه. يعايرها؟ لا
حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك أبو راجل، كان عامل حساب اليوم ده. اقصى عليك يا سيد. آه يا ابني لو تشوفه، هو كان قاعد يسترجى في المرحوم أبوه علشان يوافق. تفتكر الكلام ده هينفع معاه عم طه؟ مع الصنف ده ومع اللي عمله ده، استغفر الله العظيم مش عارف. خلاص ما عادش يجي منه، دي حتى مريم رافضة إن أي حد يتناقش معاه في الموضوع ده. طب بس قولها تستنى شوية لحد ما نكلم حد من أهله. قلت لها الكلام ده، لكن هي مفيش فايدة. إزاي بقى؟ يعني عشان هي رضيت بالموضوع ده في الأول وعايزة تخلص منه بنفسها. هو الكلام ده في أول وآخر، دي لها حقوق. اسمع كامل يا ابني. أيوة يا عم طارق. أنت فوت عليا بكرة إن شاء الله، نفوت على خاله ونتكلم معاه وإن شاء الله هنلاقي لنا صرفة. أمرك يا عم طارق، بس إحنا كده بنتعبك معانا. ما تقولش كده يا كامل، ده أنا كنت زعلان قوي عشان محدش فيكم بيسأل. معلش يا عم طارق، أنت عارف بقى المشاغل. الله يكون في عونك، بس ما تنساش تقول لمريم تستنى شوية لحد ما نكلم مع حد فيهم وإن شاء الله هنشوف صرفة. يا ساتر. مين؟ السلام عليكم. السلام. ازيك يا مسيد؟ اهلا يا ابني. عم طه جارنا وكان عايز عم المرسي. ليه؟ في حاجة؟ لا ابدا يا مسيد مفيش حاجة. دي حاجة فيها مصلحة إن شاء الله. اتفضلوا يا اخويا اتفضلوا. لا معلش، أصل احنا رحنا له الأرض ما لقيناهوش. يمكن في الجمعية ولا حاجة. في حاجة بس أنا أقضيها لكم؟ ما تخافيش يا مسيد، عم طه هو اللي عايزه. شغل يعني. يعني مش هنشوف الوقت. اتفضلوا يا اخويا استنوه اتفضلوا. طب الجمعيه دي فين؟ روح يا واد، يا واد روح معاهم شوف خالك في الجمعيه ولا في السوق. حي يا ام. يلا يا ابني. شاكرين يا مسعي. العفو يا اخويا. طب يلا بينا. مع السلامه. على بعدك يا ام طارق. ازيك يا مالك؟ اهلا يا كامل، اتفضل يا عم طارق. يا ساتر. ازيك يا مريم يا بنتي؟ الله يسلمك. هم كلمتين ما فيش غيرهم علشان سايب شغلي انا وكامل. خير ان شاء الله. من غير كلفه، انا زي المرحوم بالظبط. قولي لي يا مريم، ايه اللي انا بسمعه ده؟ انا عارف ان انت جدعه وقدها ودود، انما المسائل دي برضه لازم الرجاله تتكلم فيها. متشكره يا عم طه، انا هعرف اخد حقي كويس. هو بس ايه اللي حصل؟ انا رحت انا وكامل نقابل خاله عشان نتكلم معاه، قلبنا عليه البلد ما لقيناهوش، وكل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تصبري شويه. ما اقدرش يا عم طه، انا استحملت كتير قوي لدرجه اني حاسه انه مش طايقني. اهدي بس يا مريم، ما يصحش كده. سيبها يا كامل. انا قلت استحمل لغايه ما اشوف اخرتها، لكن لا بيت سائل فيه ولا ابنه حتى بيشوفه ولا دريان باي حاجه بتحصل هنا في البيت، واخرتها يروح يتجوز كمان من ورايا. ايه يتجوز؟ لا ده كلام جديد ده، وما قلتيش الكلام ده ليه من الاول. هقول ايه ولا ايه بس يا كامل؟ ما انتوا فيكم اللي مكفيكم. لا دي حاجه ما يتسكتش عليها. متشكره يا عم طه، من فضلك انا هخلص الموضوع ده بنفسي. ازاي بس يا بنتي؟ هو مش عايزني وانا كمان مش عايزاه، احنا عارفين كده من اول اسبوع جواز. لكن يا بنتي انت عندك طفل. مش مشكله. طب وحقوقك؟ انا مش عايزه منه اي حاجه غير انه يسيبني في حالي. انا يا راجل قول كلام غير ده. فاكرني مجنون يا عبد الظاهر؟ رأفت انت عارف ان عبد الظاهر ما يقصدش. ولا يقصد، وانا مش بتعالج عند دكتور نفساني. الله. طب ما هو كل الناس ممكن تتعالج عند دكتور نفساني. ليه؟ هي الناس كلها ضربت ولا ايه؟ المهم يعني انت ما قلتلناش انت ليه يعني؟ انا مين؟ احنا هنرجع تاني؟ لا لا لا، انا بتكلم بجد، صدقني انا بقيت كويس. رأفت النهارده ايه؟ ايه يا مدام؟ قول بس يا رأفت، قول النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، وانا قاعد مع اطيب اثنين شفتهم في حياتي.
خلاص يبقى انت رأفت بحقيقي. ايه بس انا بقى مت. ازاي يعني؟ واللي بيموت بيموت ازاي؟ انت صاح اهو وقاعد قدامي. صح صح بس كده وكده، لكن جوايا حاجات تانية خالص. انت مش جيت معايا عند الدكتور وقال لك اللي جوه البني ادم هو الصح هو الحقيقة؟ المهم دلوقتي يعني انت مواظب على العلاج وبتاخد الدواء بانتظام؟ ما عندكش فكرة يا عبد الظاهر، رأفت دلوقتي بقى أحسن من الأول كتير، ده بيعمل شغل مفيش كده. هو اللي بيشتغل كويس ويعمل زي الناس ما هي عايزة بالظبط وملوش إرادة في أي حاجة، هو ده الصح، هو ده اللي عايش. الله، وليه بس التشاؤم ده؟ مش هي دي الحقيقة؟ رأفت انت مش دلوقتي كنت عند الاستاذ كرم؟ ايوه انا كنت عنده وقال لي مالكش دعوه بالشغل، لو عايز اي حاجه تعالى لي. مش عايزه منك اي حاجه. والولا محمود انا مش عاجزه، هرجع الشغل تاني. طب وليه البهدلة دي؟ بتخليك انت مع ابنك ومصاريفه كلها؟ دي حياتي، سيبني اعيشها زي ما انا عايزه. انا مش عايزه اظلمك يا مريم. ياه ضميرك بيوجعك دلوقتي بس؟ خلاص انت حره، انت كده من اول ما اتجوزنا حتى قبل الجواز. من فضلك عايزين نخلص الموضوع ده من سكات. انا جاي لك دلوقتي مخصوص، هتيجي تشتغل معايا في الورشه بعد الظهر ولا ايه رايك؟ الظهر شغل؟ طب والصبح؟ هي برضه شغلانه تسند تجيب لك قرشين ينفعوك. واحد يشتغل الصبح وبعد الظهر، الصبح والظهر زي اللي مربوط في ساقيه. انا كفايه عليا ساقية الصبح بس، الدنيا ما تستاهلش. طيب خلاص فرحتك. عموما لو عزتني انت عارف البيت وعارف الورشه اللي بشتغل فيها بعد الظهر، وبكره ان شاء الله احنا هننزل دمياط عشان المصيف هيبتدي. انا تعبتك معايا، متشكر قوي يا استاذ عبد الظاهر. انا اروح الاستاذ كرم وجاي على طول. امال قلتيلي ان خلاص بقى طبيعي وبقى عادي؟ هو كان كده يا عبده؟ الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين يا ستي؟ ده لسه بيتكلم كلام برضه من بتاع زمان. يا سلام عليك يا عبده، انت مش قلتيلي ان الدكتور قال لك شويه شويه هيبقى احسن من الاول باذن الله؟ بس شكله كده لسه مش عاجبني، ما بيتصرفش كده زي اللي في ظروفه ولا اللي في سنه. اصبر شويه يا عبده، الدنيا ما تتاخدش كده خطف، شويه شويه هيرجع احسن من الاول باذن الله.
والبركة فيك وفي أصلك الطيب. ده أسبوع يا مها مش أكتر. أرجوك يا بابا قولي ماما عندها إيه؟ أسبوع بحاله أكيد في حاجة خطيرة. خطيرة إيه؟ هي لو خطيرة كنت هسيبك لوحدك في البيت. ودي أنت معاك عنوان المستشفى. لا يا سيدي أنا حاجة معاك مش قاعدة لوحدي. مها إحنا هنتكلم في الموضوع ده كتير. بابا أنت بتمنعني ليه؟ أكيد في حاجة خطيرة. أرجوك يا بابا ما تخليش دماغي تروح لبعيد. يا مها بابا مش عايز ناجي معاك ليه؟ ماما حصل لها إيه؟ صدقيني يا مها لو كان لك مكان كنت خدتك على طول. حاجة أنام معاك في اللوكاندا. يا مها ما عنديش مصاريف لتلاتة. مصاريفي بس نطلع الفلوس اللي إحنا شايلينها عشان المصيف وهو أسبوع ونقضي مع بعض في مصر. خد يا مها امسكي دول عشان مصاريفك يا بنتي. بابا ده كتير قوي حامل بهم ايه؟ بابا دي كفاية انا قاعدة لوحدي حامل بيه التلاجة مليانة حامل ايه؟ خليهم معاكي خليهم معاكي. بابا ارجوك يا بابا عشان خاطري قولي ماما عندها ايه؟ ده اللي حصل وكل واحد راح لحاله. انا مش فاهمه ازاي تعملي حاجه زي دي لوحدك. انتوا دارين بحد حواليكم؟ انا بقالي كذا شهر في المشاكل دي مع سيد ما حدش فكر فيكم يجي يقول لي انت فين. مش خالي ابراهيم جالك هو قبل نبيله يا مريم؟ المفروض يا فكريه انتوا اللي تبقوا معايا. وهو انت بتسمعي كلام حد لنفسك؟ ما انا ياما قلت لك فكريه. انا ما بشمتش يا حبيبه مش انا اللي اشمت في اختي. الكلام كان باين من اوله وكلكم ركبتوا دماغكم وهي وافقت بعد كده. خلاص ما منوش فايده الكلام ده دلوقتي. امال منه امتى؟ انت بتهربي من نفسك؟ مش انت اللي كنت السبب في الجوازه دي؟ مش معقول يا فكريه ده انا هلاقيها منين ولا منين بس يا رب. ما تزعليش يا مريم انا مش قصدي اجرح احساسك ابدا. اللي عملتيه ده هو الصح ويا رب تفضلي مستمره على موقفك ده. جرى ايه يا بنتي؟ هو انتي فرحانه عشان خربت بيتها بايديها؟ ده مش خراب يا حبيبه ده مفيش اي توافق بينها وبين جوزها. تقدري تقولي لي ايه معنى العيشه اللي عايشينها دي؟ انا اللي مزعلني قوي اني ما لقيتش حد جنبي اتسند عليه فاضطريت اواجه الموقف لوحدي. ما هو ده اللي احسن لك لان انتي الوحيده اللي عارفه ظروفك وانتي الوحيده اللي تقدري تتحملي نتيجه غلطك. يا سلام هتبقي مبسوطه قوي وهي رايحه جايه بابنها على ايديها وبتربيه ومتحمله كل مسؤولياته لوحدها. هو مش ابنها ده؟ اه بس ليه اب سابه وراح اتجوز عليها تترجاه؟ دي احسن حاجه ممكن تعملها واحده عندها كرامه. وشغلي مع الاستاذ ابراهيم وحد قال لك تسيبه؟ ما تعمله في ورشتك. ورشتي؟ اقصد ورشتنا يا اخت. بس انا عايزك بكره باذن الله تنزل تختار كم واحد صنايعي كده عشان الشغل الجديد. ومين كان صدق ان الحال بيتقلب بالشكل ده؟ بكره تشوف يا شميس الفلوس هتجري معانا ازاي. وابوك يا عم رؤوف ماله؟ هيوافق يسيبك بعد ما سلمك المخزن كله؟ مخزن ايه يا شميس؟ انا عايز تبقى لي حته لوحدي، حته اشتغل فيها واكل منها عيش. وانت وابوك ايه؟ المخزن بتاعه بتاعك. مش القصد يا شميس، الحكايه اللي حصلت لي دي خلتني افكر في نفسي وفي حالي واللي بيجرى لي كل شويه. لا يا رؤوف مالكش حق. مش ابوك رداك على اخر؟ مش على شكه فيا يا شميس، الحكايه جوايا انا. يعني ايه لما اشتغل مع ابويا؟ وايه الشغله دي؟ ومستقبلي؟ مستقبلي هيكون ايه بس؟ بعد عمر طويل يبقى المخزن بتاعك. مخزن ايه؟ مخزن خشب؟ وايه الصنعه فيه؟ ابقى بيع خشب؟ ابقى نسخه تانيه من ابويا؟ ودي فيها ايه؟ فيها بقى كتير. فيها انا كان ممكن ابقى حاجه تانيه وما بقتش. انا عندي عقل عايز يخرج بره اللي هو فيه ويعمل حاجه تناسبه وتناسب امكانياته. مش معنى اللي جرى يعني؟ ومش معنى اي حاجه تانيه يعني. رؤوف احسن يكون حالي مأثر عليك. ما تقولش كده يا شميس، باذن الله البلد كلها هتجري ورانا، بس انا عايزك تنزل تنقي كام واحد صنايعي كده وباذن الله
باذن الله ربنا هيكرمنا. لا انت كده بقى، وكل حاجه بنت على حقيقتها من يوم ما وافقت على جوازه رجب. انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ طولي لسانك كمان، طولي، ما انت مش لاقي حد يكسرك رقبتك. جينا بقى للكلام الخايب عشان نهرب من الحقيقه. فكريه كفايه بقى. ما سمعتهاش قالت ايه يا مريم؟ حد ضربكوا على ايديكم؟ مش انتوا اللي رحتوا حضرتوا الفرح واحنا كنا متفقين ان احنا نحسسه بغلطته ونبعد عنه؟ لا وايه، اول واحده لبست واتزوقت ونزلت وقفت جنبه، عارفه ليه؟ خلاص انا بقى انانيه ما بحبش الا نفسي. ارتحتي؟ اتبسطتي بقى من لسانك ده؟ انت عارفه هي عملت كده ليه يا مريم؟ مصروف ايه اللي بتتكلمي عنه ومصلحتها ده ايه؟ انت كمان رحتي حضرتي الفرح ولا لا؟ ما هو خلاص كان كل حاجه انتهت، وموقفنا كان هيبقى بايخ جدا وما كانش هيغير من اللي بينهم. خلاص يا ستي اللي حصل حصل، المهم بقى في الهانم اللي جايه وهتبقى ست البيت ده. مريم انا حاجه اعيش معاكي. يبقى نولتيها اللي هي عايزاه، ده بيت العيله المفروض يكون مفتوح لينا كلنا في اي وقت. افرضي دلوقتي كان سيد طردني انا وابني، كنت هروح فين؟ مش كنت هجيبه واجي على هنا؟ انا مش عارفه هعيش ازاي في بيت واحد مع البت دي. والله انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اهو ده موقف صعب، واجهوه بقى بشجاعه، وانتي بالذات وريني هتتصرفي ازاي يا اللي مش عاجبك حاجه ابدا. وانت ايه اللي عرفك؟ يابا كل حاجه هترجع زي الاول، الاعراض رجعت والرديف في الجيش بيخرج، وكل واحد محوش قرشين وعاوز يتجوز بيتجوز ويفتح بيت. كويس، بس النجاره انت تعرف فيها ايه؟ يابا مش حضرتك قلت لي ايه اللي في دماغك؟ هو ده اللي في دماغك، دي مصلحتي يابا. كويس انا مش ممانع، بس ازاي تبقى معلم وانت ما تعرفش تدق مسمار؟ هتعلم كل حاجه. طيب ما تتعلم الاول وبعدين تفتح الورشه، ولا لسه زعلان وعايز تسيبني؟ لا يابا خلاص مفيش اي حاجه. امال هتعمل ايه لوحدك بس؟ يابا ما انا جنبك اهو، وانا هروح فين يعني؟ الفلوس اللي انت عايزها هتاخدها، بس عايز اعرف الاول ايه الغرض من ورا ده كله؟ غرض ان اشرفك وارفع راسك يابا. طيب ما انت مشرفني وانت جنبي في المخزن، انت عامل حساب ايه؟ يابا مفيش حساب ولا حاجه، انا لما كنت في المدرسه ما كنتش عامل حساب ان انا هقعد معاك في الشغل. بس انا عايزك جنبي دلوقتي. معلش يابا، انت هتقف جنبي لغايه ما الشغل يمشي ونقف على رجلينا، وبعد كده هرد كل جمايلك. ما تقولش الكلام ده يا رؤوف. جمايل ايه يا ابني؟ انت تعمل اللي انت عايزه والفلوس اللي انت عايزها حديها لك، بس انا قلقان عشان خايف عليك. خايف عليا ليه بس يابا؟ الكار جديد عليك يا ابني. ما تخافش يابا، انا مش لوحدي، وبعدين معايا شميس، وباذن الله باذن الله هنرفع راسك. يعني شايف ان ده طريقك؟ بعد اذنك يابا. خلاص يا رؤوف،